هي قانون حبيبي، الكرامه قبل القانون، تحت القانون الكرامه. رجال القانون، محور مسلسلات رمضان 2022. ما تختبريش صبر المحكمه اكتر من كده. حبس 24 ساعه. انا ما عملتش حاجه، حبسني ليه بالظبط؟ زين انت بتحاول تدور على واحد شبهك؟ قد تكون لعبه المحاماه والقانون هي طاغيه على مضمون عدد لا باس به من مسلسلات رمضان 2022. لما تيجي توكل محامي يبقى قول له بس ان هيترفع قصاده يبقى زين ثابت. فأحد أكتر الإنتاجات اللي ضجت فيها الصحافة ومواقع التواصل حتى قبل عرضها كان مسلسل سوتس بالعربي، اللي بتتمحور قصته حوالين عالم المحاماة، القضاء والقضايا، ضمن مكتب محاماة شهير بيجمع عدد من رجال القانون في مقدمتهم زين، المحامي الناجح اللي بيأدي دوره آسر ياسين، وآدم الشاب الذكي والطموح، الشخصية اللي بيلعبها أحمد داود. بس أنا بفهم في القانون أكتر من أخويا ومن الدكتور اللي فصلني ومن ثلاث أرباع محامين البلد. فلقاء الشخصيتين دول بيحصل بالصدفة، وبيتفاجئ زين قدرة آدم على حل أصعب القضايا بسهولة، فبيقرر تعيينه كمساعد لي. أنت لما دخلت من هنا أنا رأينت نفسي أنك مش هتمشي من هنا غير لما تخلعني، وأنا كسبت الرهان. وفي أجواء لا تقل تشويقاً عن سوتس بالعربي، بيقدم مسلسل ظل يوسف الخال بدور المحامي قيس، اللي بيعمل في شركة محاماة كبيرة وناجحة بيرأسها جلال، الشخصية اللي بيأديها عبد المنعم عمايري. شغل معنا بالشركة ما عدا لك، وانتبه انتبه لما بتنزل على الشجرة تنزل راسك شك. وفي الشركة دي بيظهر كمان عدد من الممثلين بأدوار محاميين زي إلي متري وحسام فارس اللي بيكون محامي مبتدئ. بس قدرت أوصل لمعلومة كتير مهمة. عاصم بيطر كان على علاقة مع البنت، صار معي رقم تليفون. فبيشكل اعتذار قيس خلال جلسة المحكمة عن الدفاع عن موكله المتهم بقضية الاعتداء على فتاة، الحدث اللي بتبدأ معاه المفاجآت. ما بالتحديد عشان عم تدافع عن العدالة؟ عن العدالة هيك بتدافع عنها؟ كيف لك مدافع عنها؟ في قانون، في قانون، انت عم تشتغل بالقانون. اي قانون حبيبي؟ الكرامة قبل القانون، تحت القانون الكرامة. وبسبب تنفيذ العدالة والقانون بيتعرض المستشار يحيى عز الدين اللي بيلعب دوره هاني سلامة في مسلسل ملف سري للضغط والرشوة للتنحي عن قضية غسيل أموال. يا سيادة المستشار، الورق اللي تحت ايدك هو اللي بيثبت ان المتهمين الحقيقيين في القضية اللي هتحكم فيها بكرة هم عيلة الملك مش مديرين البنوك اللي موجود عليهم. لو عايز تحقق العدالة فعلا انت ايدك المستندات اللي تخليك تعمل كده. فالقاضي يحيى المنحدر من عائلة رجال قانون عريقة بيتم توكيله مهمة محاكمة عائلة المالكي السرية بتهمة الفساد. باستدعاء المتهمين وحيث وردت إلينا مستندات تم ضمها إلى القضية الماثلة، فين الدفاع الحاضر مع المتهمين؟ فبيدفعه سعيه لتحقيق العدالة إنه يخوض مغامرة خطيرة بتوصل لحد التهديد بالاغتيال، وبيفاجأ خلالها بتولي شقيقه في القصة المحامي شاكر اللي بيأدي دور نضال الشافعي مهمة الدفاع عن المتهمين. شاكر طاهر عز الدين المحامي حاضر مع المتهمين. ومن الحلقات الأولى للمسلسل لفت الشافع الجمهور بشكله وأدائه، فهو فاجئ الكل باختياره شخصية بعيدة عن الكوميديا وكاركتر أقرب إلى الجدية من اللي تعود الجمهور يشوفه فيه. أخويا لو حد مس شعرة منه هقتله واشرب من دمه. أهداني. وبدور محامي كمان بس مع نفحة كوميدية بسيطة بيطل محمد ثروت في مسلسل فاتن أمل حربي كشكيب الإسكندراني، اللي بتوكله فاتن كاركتر نيلي كريم بعدد من القضايا اللي بترفعها ضد زوجها المعنف في القصة. يا سيادة القاضي، فما يقوم به زميلي العزيز المحترم هو عملية تلبيس الحق بالباطل. يعني أي حد يطلق أي واحدة تقوم هي رافعة عليه دعوة مصاريف المدرسة، يقوم هو ناقل ولاده من مدرسة إلى مدرسة حكومية، ده ليه؟ عشان يفلت من موضوع الدعوة. وفي العمل نفسه بيتولى القاضي داود شتة الشخصية اللي بيأديها خالد سرحان ببت الدعاوي دي ضمن محكمة الأحوال الشخصية، واللي في أول ظهور ليه في الحلقة الخامسة بيصدر قرار بسجن فاتن اللي اعترضت خلال الجلسة على قانون الولاية. هو القانون ده نازل من السماء؟ ما تختبريش صبر المحكمة أكتر من كده. أنا بقى عايز أرفع دعوة على قانون أقل شخصية. حبس 24 ساعة. أنا ما عملتش حاجة، حبس لي. أما بيومي فؤاد فهو المحامي رشاد في مسلسل مشوار، الموكل بالدفاع عن رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه اللي بيطارد عائلة ماهر، الشخصية اللي بيلعبها محمد رمضان، وورد اللي هي دينا الشربيني.